ستمر بكل الأحوال. يبدو أنني سأريك فعلا وجه البشع كما قلت. إن كنت تريد فعل ذلك فلا مجال للمناقشة، ولكن يا لها من صدفة، فجميع أعضاء المجلس مجتمعون، مع أن هذه المناسبة ليست منا، إلا أنه يمكننا فعل هذا. في هذه المرحلة أنا أقترح أن نغير خيارنا، ما رأيكم؟ أنتم الآن تقفون ضدي ولا تتركون لي خيارا سوى تقديم استقالتي، ها؟ والأمر لن يجري كما تريدون، واسمعوني جيدا، لن أحضر هذا الاجتماع. هاي توقف، لن أدعك تذهب، ابقى هنا. أخي لن أحضر هذا الاجتماع أبدا. وهل تعتقد أنني سوف أدعك تذهب؟ هل تعتقد ذلك؟ اسمع، أزح إصبعك. لم نقم بالتصويت بعد. تصوت عليه؟ نريد التصويت. أنا أريد أخي الثاني أن يتسلم قيادة المجلس وأن أصبح أنا المدير. أنا أوافق. ماذا عنكما؟ هل توافقان أم لا؟ ما هذا؟ هل تقوم بفرض قوتك علينا؟ هذا لأنه يكفي. لا أحد لديه؟ عنك. سوف أعيد عليك. لن أدعك تذهب. انتظر هنا. سنحرك في هذا الاجتماع. سأخبركم الذي سيتخلى عن المنصب هو الرئيس القديم. ما العمل؟ ما الذي يجب أن نقوم به؟ ننتظر الطائرة. منصب السيد هاو ليس مضمونا. تأكدت للتو أن هناك أملا من هذا الاستثمار. أنا متفائل. الأمل وأين هو؟ أسرع. اجلس. اجلس هيا. لقد أخبرتك أن أخي لن يجلب لك المتاعب. انظر إليه، إنه حقا إنسان رائع، يريد المساعدة من أبيك. كن سعيدا بهذا. هذا ليس الوقت المناسب للتحدث بهذا. لا يمكننا التفكير بأمور أخرى، مفهوم؟ أخي، ما قلته الآن هو ما أشعر به تماما. ياو ياو أعطتني الفرصة كي أعرفها على والدي، ولكن النتيجة كانت أن عائلتي تشاجرت أمامها. كيف ستنظر إلي ولوالدي؟ أحببت والديك، إنهما رائعان، وهما بارعان في الضرب و... ياو ياو، يكفي. ياو ياو، عائلتي ليست هكذا، حتى إنهم لم يتشاجروا من قبل، صدقيني. أخي ماذا يجب أن نفعل؟ لا أريدها أن ترى عائلتي بهذه الصورة. واثق أنه يمكنك ذلك. دودو لديه بعض الكلام يريد أن أخبركم به. أمي، أريد أن أشرب نخبك. دودو، ماذا تقصد؟ لماذا تريد فجأة أن تقوم بتحيتي؟ هذا ليس أمرا مفاجئا، فلطالما كنت أريد فعل ذلك. أمي، أتعبتك منذ ولادتي حتى الآن، حتى أنني لم أشرب نخبك قط، لذلك أشعر بتأنيب الضمير. هذا صحيح، لابد أن تشربي دفعة واحدة، سوف تستمتعين. يعتقد أنه كبر. شكرا، شكرا ولدي، هيا تفضل. لم أتصور أبدا أنه سيأتي يوم يحييني فيه ابني. هذا الأمر أفرحك حقا.
أبي، أنا. ماذا تريد؟ هيا تكلم. أريد أن أشرب نخبك أيضا. لا داعي. ألا تستطيع تمييز الأمر الجيد من السيء؟ دعيني أنهي كلامي. أبي، أنا أعرف أنني خذلتك وأنني لم أستطع القيام بالأمور كما أردت، وأعلم أيضا أنك تقلق علي مثل أمي وأكثر، لذلك أريد شرب نخبك. أبي، رغم أنني لم أكن مثل ما تريد، ولكنني سأبذل جهدي. بني، أنت شاب طيب. لا تستعجل، اليوم أتيت هنا لكوني صديقا، ولم يكن علي أن أشارك في اجتماعكم هذا، ولكنني بوجودي هنا اكتشفت أن الصراع بين السيد هاو وزوجته هو بسبب دودو. هذا صحيح، ولكن دودو كما رأيتم قد تغير فعلا، لذلك أرى أن تشربوا ثلاثتكم هذا النخب. اجتماعكم كعائلة واحدة والمهم، لذلك أرى أنه من الضروري بناء الثقة والمحبة بينكم، ومنذ اليوم اتفقنا؟ نعم اتفق. صحيح. حسنا، والآن فلتحتفلوا ثلاثتكم. هيا هيا. وافق. هيا. لحظة، صورة، سأصوركم الآن. واحد، اثنان، ثلاثة. جيد. سيد ما. ها؟ تعال انضم إلينا. هذا ممكن؟ تعال يا رجل، صورة للذكرى. حسنا. استعدوا، ابتسموا، فلنلتقط صورة. واحد، اثنان، ثلاثة. ابتسموا. حسنا، التقطتها. أريني إياها. ما رأيك إنها جميلة؟ لا بأس بها، أرسلها لي. إنك موهوب. نريد أن نشرب كثيرا على شرف هذا الشخص الموهوب. لن تخذلنا، صحيح؟ بالطبع سأشرب. اسكب له. تفضل أيها الموهوب، هيا اشربها بكل حب. نخبكم. ما الذي تفعله؟ لقد وخفتني، لماذا تبعتني؟ أردت أن أتأكد أنك بخير، خفت أن تكون ثملا. سوف يحدث أمر كبير، الأخوان يكرهانني لأنني أفسدت خطتهم. أنت جائع؟ أرى ذلك. منذ أن قدمت وعقلي يفكر بهم حتى أني لم أكل ولا لقمة. لم أكل أيضا. كلي. ما هذا الخمر الذي جلبته؟ لا علاقة لك بالأمر. هيا هيا تعال إلى هنا، لقد أحضرت الكثير من الخمر. تعال إلى الغرفة لكي نشرب ونستمتع. هيا تعال. هيا هيا. لا يمكنني ذلك، سوف أقتل أحدا إن شربت. لا تهرب. وداعا. عد إلى هنا. توقف. توقف. هل لحقوا بنا؟ لماذا قمت بسحبك معي؟
اسأل نفسك. أعتذر، منذ أن سحبت البقر من الحظيرة اعتدت على الكلمة. قمت بسحبي بقوة، لم أركض في حياتي هكذا. ولم تدوسي على روث البقر مطلقا؟ شكرا، تجعلني أفعل أشياء لا أفعلها. انظري إلى حالنا، هل تملكين مبلغا من المال؟ ها؟ سألتك فأجيبيني. لا، هاتفي معي، سأتصل بزوجي ليقلني. مرحبا، أنا في مكان لا أعرفه، أيمكنك أن تأتي لاصطحابي؟ أنا لحظة، يوجد هنا بناء كبير اسمه هوالين. أجل، حسنا، أنتظرك. زوجي قريب من هنا، سيأتي حالا. أنت حرة الآن. وماذا تقصد؟ أنت حرة الآن، فهمت، أنت حرة. فلتوضح رجاء. فكرت جيدا، لا أريد اللعب. لا أفهمك أبدا، قمت بسرقة الأبقار ودخلت الحمام، لما تتراجع؟ ماذا يحدث معك؟ لم أتراجع أبدا، لقد فعلت هذا الأمر فقط لكي أثبت لنفسي أنني أستطيع عمله، إنما الآن ليس لهذا الأمر قيمة. أي الأمرين ليس له معنى، الحمام أم الحظيرة؟ أحببت أمر الحظيرة، ولكني لا أحب أن أكون مخادعا ومحتالا على آخرين. أحب الحمام والألعاب، ولكن لا يمكنني الفوز يوما. لا أحب أن يخنقني الآخرين وهم ينظرون إلي. أي نوع من الأشخاص أنا بالذات؟ كنت مديرا للكثير من الشركات ذات يوم، ولو لم أكن ذكيا لما تقربت من الناس وفهمتهم. أما الآن فمن أجل حفنة من المال أقوم بتملق الكل. أعرفك، أعرف ما كنت عليه سابقا، فأنت الآن مزعج. الخلاصة، أنا منسحب. ما الذي ستفعله؟ لم أفكر جيدا، لا بد من حل آخر. علينا أن نتعايش في كافة الأحوال. مبدأي هو كل ما تريد نم عندما تريد وأحب من تريد، واتفاقنا ينتهي هنا. سوف أجعلك حرة تملكين البحر والسماء. لا. لماذا؟ لأنني أريد العمل معك فيما بعد، بل هذه المرة. أنا لا أملك المال. لا أحتاج لمالك. لماذا تريدين الاعتماد علي؟ ببساطة أريد اللعب. كلامك جارح لكن فيه القليل من الرخص، بل الجرأة. محق، لم أكن واثقة من قراراتي هكذا سابقا، أنت من أريد أن أعمل معه. لماذا؟ لأن لديك كرامة وأيضا صاحب مبدأ. قابلت الكثير من الرجال الناجحين، ولكن حتى أطمئن أريد أن أضع مشروعي بين يديك أنت. إذا كنت حقا تريدين التعاون معي، إذن يجب أن وقع عقدا. اطمئن، أنا حذرة في أمور التجارة أكثر منك. لا تراجع بعد توقيع العقد، وإن لم أستطع أن أجد استثمارا فسوف أتركك في منتصف الطريق، فهمت؟ قادرة على توقيع العقد معك وقادرة على منعك من الانسحاب. لا تتحديني، فنوقع العقد الآن. لديك عقد؟ هل تقسمين؟ كيف؟ لأضمن موافقتك. أنت تقليدي؟ وأنا كذلك سأقسم. حسنا، أنا أقسم. اتفقنا. ما بك؟ لا شيء، أنا أعرفك منذ زمن ولم أرك هكذا من قبل. أرتدي ملابس حمام الساونا وأتسكع مع رجل غريب في الشارع. طبعا ستستغرب، أنا نفسي مستغربة. أعتذر،
أنا من أقحمك بهذا، تفضلي. ولكن من أين أحضرتها؟ من البوفيه. أوضعتها في جيبك؟ خذي أو ندمتي، كوني مطمئنة، لدي زبدة ادهنيها وكليها. لم أقل لا أريدها الزبدة. عزيزتي، لماذا تردين وكأنك شخص آخر؟ جائعة. وداعا. مع السلامة. أعتقد أنك لا تكرهين كثيراً السيد ما. أجل، ولكنه مثير للإعجاب أحياناً. أخي هاو، إلى أين تريد أخذي الآن؟ لا داعي للاعتذار، فأنا أتفهم وجهة نظر الأخوين، ولا داعي لشكري أيضا، لكن من سيقابلني؟ لي شو؟ سيد مالي شو ينتظرك في الداخل، تفضل معي. أخيراً قد أتيت. من هو ليشو؟ أنت تعلم من يكون؟ هل تقصد ليشو نفسه؟ هو من نعرفه. يا إلهي أخي ما، هذه شخصية أسطورية. هل هو حقيقي؟ كم يبلغ من العمر؟ لا أستطيع التخمين. من أي نوع هو بالتحديد؟ لا يمكنني شرح هذا في جملتين، ولكن يمكنني أن أخبرك أن علاقته بالأخ هاو جيدة بل ممتازة. هذا غير ممكن، مكانته الاجتماعية عالية، حتى إن صوت الأخ هاو ينخفض عندما يتحدث عنه. كنت أظن أنه أسطورة ولكنه حقيقي. وماذا قالت لك هذه الشخصية الأسطورية الغامضة؟ لم يقل كلمة، لقد أراني الصورة التي التقطتها مع الأخ هاو وزوجته، وعندما رآها قال إنه لابد من مقابلة الشخص الذي في الصورة والذي هو أنا. ناقش موضوع الاستثمار؟ قال إن كان هناك أمرا آخر سيتصل بي ثم ذهب. أشخاص كهذا يصعب لقاؤهم دائما. هذا لا يعني أنك لم تقابله، لما لم تخبره بالمشروع؟ شعور غريب، عندما قابلته شعرت ببعض القوة وكأنني سأملك العالم وبأنني سأكون إنسانا مهما. هناك شخص يريد مقابلتك؟ نعم. يونغ شانغ للاستثمار، تفضل أسمع. سمعت أن شركتكم لديها مشروع خاص بمسكن لكبار السن، أريد أن أستفسر إن كان بإمكان شركتنا الاشتراك بمرحلة بالطبع الأولية. بالطبع، نرحب بالمستثمرين. هل ذاكرتي سيئة أم أنني قابلتك في مكان ما يوما؟ هذا أول لقاء بيننا. وكيف عرفت أن مشروعنا هذا بحاجة إلى مستثمر؟ نعم،
ألديك معلومات عن مشروعنا؟ ما أعرفه أنه مشروع جيد. جوابك حيادي بعض شيء. أتريدني أن أوضح إجابتي؟ نعم، أرجو أن توضح الأمر وإلا لن نفهم. الجميع يعرف عن مشروعكم، فالعملي قد أبدأ اهتمامه به، ولا شك أن العديد من المستثمرين سيأتون كي ليساهموا به، ولكن الشركات القادرة على دخول هذا المشروع قليلة. هذه بيانات شركتنا، يمكنك الاطلاع عليها. أي أن العديد من الشركات سوف تتواصل معي، ربما أكثر مما تتصور. إنها من السيد هاو. أنا أحلم. أغلق الباب. أجل. 4,800,000. ولما يدفع نقدا؟ أنا من طلبت من هاو ذلك، أردت أن نتشارك لذة النجاح، فنحن فريق واحد. صحيح، دعنا نتشارك لذة هذا النجاح معا. هذا المال سيستخدم لهدف محدد. أي هدف؟ تعبنا كثيرا من أجل هذا المشروع، لذلك في البداية سوف نذهب لشرب النبيذ وتناول الطعام حتى نشبع. قبل أن نأكل أو نشرب حتى نشبع، سأصطحبكما لشراء ملابس جديدة وجميلة، فأنا محرجة من ملابسكما. موهوبة. إنها سيارة فخمة. أجل، بدلت السيارة من أجل هذا اليوم فقط، وسعرها ليس رخيصا. عندما يقود شخص وأنا أجلس هنا في السيارة أشعر بأنني مشهورة. سيدتي، في نظري أنت حقا واحدة من المشاهير. تعلمين، هذه السيارة ليست لي، فهي غالية جدا، لا أستطيع شراء أي شيء في هذه السيارة، حتى هذه الولاعة غالية. سيدتي، دائما تحفظين ماء وجهي ولم تحرجيني أبدا. قبل أن تأخذنا إلى الحظيرة المشؤومة كنت أظن أن المدير ما غريب. نعم، ذلك الشخص الناجح صاحب المبادئ هو شخص مزيف، حتى أنني جعلت أصدقائي يساعدونني في عمل موقع إلكتروني. لقد خدعتك، لم أتوقع أنك ستردين الإساءة بالحسنة، لم أتخيل في حياتي أن أكون هكذا. هذا لأن لديك أساساً. سيدتي، هذا غير منطقي، أنت تجاملينني، ولكن اطمئني، لن أقوم بخدعك وسأصبح مثالاً يحتذى به. هي انظر أمامك. ما إن أفكر أنك بجانبي حتى أشعر بدافع يمكنني من فعل أي شيء. أتدري؟ سأركب عربة وأنت تجرني. حسناً، حتى إن ركبت حصاناً أو حتى مزلجة فسأقوم بسحبك. هناك من يسحب المزلجة والعربة؟ طبعاً يوجد، هذا يعتمد على الراكب، فإن كان الراكب أميراً فلا مشكلة لدي. سيدتي، على مهلك، انتبهي لرجلك. لا أحب الرسميات. أين الرسمية في ذلك؟ سعادتي تكون في تعديل سرج الحصان من أجل أميرتي، إنه لشرف لعائلتي كلها. تفضلي. لكن لما كل هذه الدراما؟ لا تحبين الأحصنة؟ هل أجمع البقر؟ هل أضعها في السيارة؟ أنت اليوم تقوم بالكثير من الدراما المضحكة والسخيفة، لا تحاول أن تضحكني، لا أريد أن تظهر التجاعيد. سيدتي، أنت جميلة جداً عندما تضحكين. عادة لا أحب الضحك، لكنك مضحك فعلاً.
هل تقصدين أن هذه الضحكة لي فقط؟ لا يجب أن ينتظر السيد ما. هيا. أجل. هيا. فلنشرب ولنهنئ بعضنا بالاجتماع الأول لمساهمي الشركة الرئيسيين، واحتفالا بنجاح مشروعنا فلنحتفل. شكرا سيدي. شكرا سيدتي. هي يجب أن تغير من طريقتك هذا. لا بد من وجود رسميات. المدير العام ما؟ أجل. الرئيس التنفيذي جانغ، وأنت نائب المدير العام. شكرا لك سيدي. إذن لنحتفل بنجاحنا. سأقوم بالشرب أولا، وإن حدث لي شيء فأنقذاني. ما بك؟ ثملت من كأس واحد؟ الآن فهمت معنى أن الخمر لا يسكر، بل الإنسان من يسكر نفسه. أيها المدير، أنا أخوك. لا، أنا نائب المدير. لم أفكر أبداً في حياتي أنني سوف أصبح نائب المدير وأفعل أمراً بهذه الأهمية. تكلم ببطء حتى نستطيع أن نفهمك. أنا أعلم أنني أحياناً أبدو ماكراً كذب، لكن ليس أمام الأخ هاو. أوافق على كل ما يريده. أنتما فقط احترمتماني، حتى أنني أخاف أن لا أظهر موافقتي، وقمتما بمساعدتي. ذلك اليوم قام الأخ هاو. ما الذي فعله؟ لقد قام بمصافحتي. أنا أشعر بالرضا، وسوف أشعر بالرضا طوال حياتي. أنا لا أهتم بالتسميات، لذلك يا أخي، يا أختي، من الآن فصاعدا أنتما كشقيقتي وشقيقي. سوف أضحي بنفسي إن احتجتماني في أي شيء وفي أي وقت. ها؟ أي أي أي، ما الذي تفعله؟ هيا قف حالا. ما هذا؟ أنا حقا أتفهم مزاجك الحالي. جلوسنا هنا هو نتاج جهدنا كلنا، فأنت من أحضر الوصولات، والرئيسة التنفيذية أحضرت هذا المشروع، وأنا أيضا أريد شرب نخبيكما. ما الذي نشربه اليوم؟ وهو دواء لإنزال الدموع؟ سأعترف لكم، كل ماضي كان هباء. هربت زوجتي مع شخص آخر، خسرت عملي، لكني مضيت قدما لكي أحافظ على ماء وجهي لأكسب المال. تذوق حلاوة الحياة أمر صعب. لا تغضب يا أخي، فلنغير الموضوع. دعيني أنهي كلامي. علمت اليوم كيف أقوم بعلاقات اجتماعية، والتي لا تعني عدد الأشخاص الذين تعرفهم في نجاحك، بل الذين يريدون معرفتك عندما تسوء حالتك. ما تقوله صحيح تماما. عرفت الآن أن علاقات الاجتماعية الحقيقية هي مع اثنين، أنت وأنت. سيدة جانغ، إذا رفضت إعطاء المشروع ورفضت التعاون معي، فإن شركتي لا تعني شيئا أبدا، وسوف ينتهي أمرها قريبا. وأنت يا هذا، كن معي، عليك أن تقف إلى جانبي. أم أنك ستتركني وحيدة؟ على مهلك أخي. أنتما أبي وأمي، وليس لي غيركما. أرجوكما وافقا، أنتما أملي، أنتما أملي، أملي، أملي الوحيد. أملي. أرجوك، أنت منفعل. أرجوك، لا أستطيع التنفس. لا أستطيع التنفس. لا أستطيع. أخي أرجوك. اهدأ قليلا، اجلس. Thank you.
ماذا؟ تريداني أن ألقي كلمة وأبكي؟ إذا رغبت. في الواقع لا أريد أن أشكركما، لأنني أنا من حضرت للمشروع وقمت بإدخالكما فيه، وبكل صراحة أنا مسرورة لأنني أدخلتكما فيه، مسرورة من قلبي على ذكائي. فقط؟ أجل، سأشرب الآن. لا دموع، اسكب لي. حسنا. لم أشعر بشيء أيضا. قادرة على الشرب أكثر منكما. يا لها من إنسانة غريبة. الأنسة جين تتحول إلى شخص آخر عندما تثمل. دعني أنبهك لأمر ما، إنها متزوجة وتحب زوجها الذي يبادلها الحب. للأسف. أطلب من الجميع أن أرى تشجيعا كبيرا، ارفعوا أيديكم. أريد أن أعلن عن أمر هام، أريد أن أشكر صديقي وهما الرائعان السيد ما وجلا. إنهما الأفضل، ولولاهما بالطبع لضاع مجهود الذي بدأته في سن العشرين هباء منثورا. الآن أنتما عائلة أخرى وحبي أيضا، ولهذا سأقوم بالرقص. سيدتي أنت تبالغين. لا 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 أنت ثمنة. ما أنت جيد. الأشخاص الذين تبدأ أسماؤهم بلو أو يانغ أشخاص سيئون، يريدون التلاعب بتصميمي. النزل الذي صممته هو مكان قديم مخصص للعناية بكبار السن، يريدون تحويله لمشروع مقاولات لكسب النقود، وبذلك لا يوجد من يعتني ويرعى الكبار عندما يكبرون، ومن ثم سوف يموتون. الأغنية التي أحبها، إنها أغنيتي أنا وزوجي المفضلة. زوجي زوجي. ابحث عن رقم جون شوان في هاتفها واتصل بزوجها كي يأتي، فلا يمكننا إنهاء هذا الأمر. كانت فرصتك لتحظى بها. أنا أمزح، لا عليك. مرحبا سيد شوان يتكلم. نعم أنا زوجي. جوان انتظر. أين هو؟ انتظر لحظة. لحظة هاي حبيبي، هذه أنا. لم أرك منذ وقت طويل، اشتقت إليك. تعال إلي حالا أرجوك. أين أنا الآن؟ أين أنا؟ ألو، مرحبا سيدي، أنا ماغوال يانغ. السيدة جيانغ معنا الآن. نان. نعتذر سيدي، كنا نحتفل بتأسيس الشركة فشربت كثيرا حتى أصبحت ثملة بعض الشيء. شربت 3 كؤوس فقط. دعني أعرفك، هذا يكون مدير الشركة ما، هذا جوان. يا
يجب أن أذهب، سوف أخذها إلى المنزل. لا هيا. باي. الحساب من فضلك. لحظة. أوه. شكرا لك. تفضل. هاتفها؟ نعم. أما زال رأسك يؤلمك؟ يؤلمني بعض الشيء، أكثرت من الشراب، أريد أن أرتاح. حبيبي، أرى بأنك لست سعيدا. هل تريدين أن أكون سعيدا؟ لقد قررت فعل شيء كبير كهذا ولم تخبريني. يجب أن تثق بنظرة زوجتك وبقراراتها. أنا أثق بقراراتك، ولكن رئيس تلك الشركة السيد ما لم يكن قبل بضعة أشهر أي شيء. لماذا تقول تلك الشركة؟ إنها شركتنا، نحن الآن شركاء ونملك المال أيضا. تملكون المال؟ مثل لوشي فينغ مثلا؟ لا. تقريبا؟ ربما. هل تعتقدين أن هذا يجلب الفرح؟ مال لوش فينغ هو ماله فقط، نحن نريد أن نكسب مالنا الخاص. سأخبرك بشيء هام يا زوجي العزيز، هذا عملي، حلمي أيضا، يجب أن تساعدني. أوكي. عزيزتك تنتظرك أسفل المبنى. ماذا تفعلين هنا؟ لدي شيء مهم أخبرك به، لذلك أتيت مسبقا. ما هذا الشيء؟ إنه أمر ضروري، سوف أخبرك به. إن كنت تريد أن تعرف، اصعد معي إلى الأعلى، أنا أنتظرك. حسنا، اسبقيني، سألحقك. لا يمكنك أن تتأخر. لا تتأخر، نحن في الردة. ما الذي تخشى؟ ألم تنم هي بعد؟ قبلة. عفوا، لقد سقط هاتف زوجتك في الغرفة، تفضل. أعتذر منك، أزعجت نفسك، لو اتصلت لأتيتك. ومع ذلك لابد لأحدنا أن يأخذها. حسنا، أرجو المعذرة، سأذهب. شكراً.